لقد طوينا. هي حرب تموقع بدأت الآن بعد أن طوت الجزائر مرحلة الانتخابات الرئاسية لصالح عبد العزيز بوتفليقة الذي ظفر بولاية رئاسية رابعة. أمين عام الحزب العتيد عمار سعداني يقصف برباعية من كان يوما إلى جانبهم لتنشيط حملة الرئيس المنتخب. ها هو اليوم يعلنها صراحة أن منصب الوزير الأول لن يخرج من بيت الأفلان قاصدا عبد الملك سلال الذي راجت أخبار عن تجديد الثقة فيه من طرف بوتفليقة، وهذا باعتبار أن سلال لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، ما يفتح باب التساؤلات عن نوع الحكومة القادمة. عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني صرح أنه لا يطمح إلى تولي منصب الوزير الأول، إلا أنه يطمح أن تكون الأغلبية في الحكومة للأفلان مستميلا رئيس الجمهورية باسم الرئيس الشرفي للحزب. لذلك نحن نتكلم على صفة الحكومة، صفة الدولة التي تكون في المستقبل، ما راش نتكلموا على الأشخاص. فيما يتعلق ب احنا درنا الحملة مع سلال وكان هو مدير وخدمنا احنا وياه، ما عندنا حتى خلاف، نحيها من راسك ما عندنا حتى خلاف، ولا نطمح بأن نكون في أي منصب. ديريها سجليها، مناصب لا تسرق، مسؤول ما يطلبش المنصب، مسؤول اللي يطلب المنصب مش مسؤول. سعداني فتح باب تعديل الدستور مطالبا الرئيس بالتعجيل في البت النهائي في القضية لاعتبار توفر الأغلبية المطلقة للأفلان في البرلمان، والراجح تعديل المادة التي تحدد الولايات الرئاسية، ما يعيد إلى أذهاننا يوم صادق حزب جبهة التحرير الوطني على زيادة عدد العهدات وصياغة دستور على المقاس، ورداً على من يطالبون بمرحلة انتقالية في الجزائر. سعداني لم يفوت الفرصة للإجابة عليهم، معلناً أن الجزائر تعيش حالة استقرار سياسي وأمني. وعلى هامش الندوة الصحفية التي عقدها سعداني اليوم بمقر حزب جبهة التحرير الوطني، أشاد بدور المؤسسة العسكرية في الانتخابات الرئاسية، معرباً عن احترافية الجيش في التعامل في مثل هذه المناسبات.